سلام تو الموند، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير بحال ديما. اليوم ان شاء الله وضمن سلسله شهيوات واطباق وحلويات نوستالجيا وذكريات طفوله، ونزولا عن الطلب ديالكم بزاف منكم طلبتوا مني الحلوه اللي غادي نشارك معكم اليوم ان شاء الله، محبوبه الجماهير ومحبوبه المغاربه ومحبوبه اجيال الزمن الجميل. هذه الحلوه اللي هي حلوه الورقه. حلوه الورقه هي من ألد وأبسط وأرخص أنواع الحلويات المغربية، والغريب في الأمر أنها من ألد هذه الحلويات. هذو مكوناتها سهلين رخاص، طريقة تحضير ديالها بسيطة، والنتيجة أحسن حلوة غادي تصوبوا سواء في الأعياد ولا في المناسبات، وحتى كحلويات يومية لدوزات تاي ولا جايين عندكم ضياف حطوها مع كويس ديال تاي ولا القهوة، رائعة شكلا ومذاقا. غادي نشارك معكم إن شاء الله الوصفة الخاصة بجدتي الله يرحمها، وصفة كانت عندها أكثر من 80 سنة، الوصفة الأصلية لتحضير حلوة الورقة دوزات تاي المغربي الأصيل. غتاكلوا على صبيعاتي ديكم نهار تصوبوها، غترحموا لي الوالدين وغتولي عندكم معتمده. بقوا معي ان شاء الله حتى الاخير ديال الفيديو باش تشوفوا المكونات وطريقه تحضير حلوه الورقه المغربيه، حلوه الزمن الجميل. اول حاجه غادي نبدا بها ان شاء الله هي تحضير العجين ديال هاد الحلوه هادي. في قصريه اولا قصعه اولا اناء غادي تحتاجوا كاس العنبه وربع ديال سكر كلاسي اولا سكر بودره اللي هو سكر ثقيل ما يعادل 150 غرام. غادي نعطيكم المكونات ان شاء الله بالكاس العنبه وبالغرام باش كاع الناس اللي غادي يتشهوا هاد الحلوه هادي يكون في المستطاع ديالهم انهم يجربوها بلا ما يكون شي اشكال. زدت على هذاك سكر كلاسي ساشي ديال السكر فاني اولا ظرف ديال سكر فانيليا، وزدت هنايا قياس 250 غرام ديال الزبده من اصل حيواني تكون نوعيه جيده. نوعيه الزبده كتلعب دور في المذاق والبنه ديال هاد الحلوه هذه اولا هاد دوزاتاي. كل ما كانت الزبده من اصل حيواني كل ما كان حسن وكتجي المذاق ديالها زوين. غادي نزيد هنايا قياس نص معلقه صغيره ديال الملح باش نصحح الذوق، وغادي نخدم هاد المكونات مزيان، غادي نخدمهم نحاول انني نحكي يدي مع القاع ديال الاناء اللي انا كنخدم به. كتحاولوا ما امكن انكم دوبوا دوك الحبيبات ديال سكر الفانيليا بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. الفيديو راه واضح وباين، كنحاول انني نبسط لكم طريقه التحضير ديال كاع الوصفات اللي تنشارك معكم مع ادق التفاصيل والشرح الممكن. صلاة عنبي، هنا من بعد ما خدمت المكونات غادي نزيد قياس 150 مليلتر ديال زيت نباتية ما يعادل كاس ديال العنبة. غادي نخدم المكونات مزيان كذلك، نبقى كنخدم فيهم ونطرب فيهم. تطربوا بيديكم، الناس ما بغاوش يخدموا بيديهم ديروا الطراب اليدوي ماشي مشكل. غادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى تنسجم ليا هذيك زيت نباتية مع المكونات كاملهم. في هاد المرحلة غادي نزيد 3 ديال البيضات يكونوا حجم كبير بدرجة حرارة المطبخ. المكونات كلهم يكونوا بدرجة حرارة الغرفة أو لدرجة حرارة المطبخ، لسواء البيض الزبدة خصها تكون لينة على شكل بوماد، كل شخص يكون بدرجة الغرفة. غادي نخدم هادوك 3 البيضات مزيان، نطربهم مع الخليط حتى كينسجموا، كتأكدوا أنهم تخلطوا مزيان. في هاد المرحلة غادي نزيد قياس 60 غرام ديال الكوك ما يعادل كاس العنبة ديال الكوك. الكوك من الأحسن ما يكونش غليظ بزاف، هذا أولا. ثانيا باش ما كان الكوك جديد وميدوم باش ما حسن، الا كان الكوك مسقطر من الزيت ديالو ناشف غادي يجيكم في حال التبن. اللهم حاولوا انكم تختاروا كوك اللي يكون جديد ويكون فيه نسبه ديال الدهون، يعني يكون ميدم. صلعن بي، من بعد ما نسجموا المكونات كاملهم غادي نبدا كنزيد في الدقيق. عندي 700 غرام ديال الدقيق، شخصيا كنخدم هذه الوصفه هذه بنفس المكونات بنفس نوعيه الدقيق، هذاك الشيء علاش عبرتنيش 700 غرام ديال الدقيق. وغادي نبدا نخدم بها، كناخذ دقيق كنبدا كنزيد فيه شويه بشويه. زدت شويه ديال الدقيق كمرحله اولى، وزدت معاه ساشي ديال خميره الحلويات ما يعادل 8 غرام ديال البيكنغ باودر او لا ساشي من وزن 7 او 8 غرام ماشي مشكل. وبديت كنخلط في العجين وانا كنجمع وانا كنزيد في الدقيق. بطبيعه الحال كتغربلو الدقيق
سواء كديروا بحالي سواء كتغربلوا الكميه كلها من قبل، وانتم كتزيدوا الدقيق، وانتم كتجمعوا في العجينه حتى كتحصلوا على عجينه اللي كتجي قوام متماسك، ما كتكونش قاصحه بزاف وما تكونش تاني مرخوفه جاريه، كتجي هكذا، كتجي شويه حرشه بحكم ان هاد العجينه هادي فيها الكوك، فكتجيكم الملمس ديالها شويه مشقق، حاجه طبيعيه، ما تخلعوش وتقولوا ما صدقاش لكم العجينه، لا طبيعي انها تجي هكذا كتشقق لانها فيها الكوك. صلى على النبي. خديت العجينه وقسمتها على ثلاثه ديال الوحدات او لا ثلاثه الاجزاء باش تزيني الخدمه ديال هاد الحلوه سهله. تقو بيا الكميه اللي شاركت معكم ديال ثلاثه البيضات راه كتعطيكم كميه مهمه ديال الحلوه، فانتم الا بغيتو غير نص الكميه كديروا نص المكونات، الناس اللي غادي يديروا نص المكونات كديروا جوج بيضات صغار، الناس اللي عندهم البيض كبير كديروا بيضه كامله اونص. فهنايا غادي ناخذ الحبه الاولى ديال العجينه، غادي نسرحها فوق ورق الطهي باش كتجيكم الخدمه ديال العجين سهله وكتكون عمليه. غادي نسرحها شويه بيدي، غادي ندير فوق منها قطعه اخرى ديال ورق الطهي، وغادي ناخذ المدلك وغادي نبدا نسرح في هذيك العجينه، نحاول انني نسرحها بشكل عمودي وافقي، يعني بالطول وبالعرض، غير هو ردوا البال هاد العجينه هادي ما خصهاش تكون رقيقه بزاف وما تخليوهاش تاني غليظه، كترققوا العجينه بقوام او لا بابيسور اللي هو علو يكون في القياس، كديروا فيها تقريبا واحد من 3 حتى 4 ملم ديال العلو. اهم حاجه بلا ما تبرزوا راسكم بالحسابات بالمليمتر والسنتيمتر، كتحاولوا انكم تسرحوا العجينه ما تكونش رقيقه بزاف وما تخليوهاش غليظه. صلاة على النبي. في هذه المرحله غادي ندوز باش نرشم العجينه على شكل ورقه، سواء كتخدموا بهذه القطاعه العاديه اللي كتكون ديال الانوكس كتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، او لا كتخدموا بهذا الشكل هذا اللي كيكون مرشوم على شكل ورقه. فانا درت هنايا جوج شكال باش تشوفوا الشكل اللي كيعطيو، شخصيا انا عجبني الشكل الثاني، فهو باش غادي نستمر كيعطي شكل ديال ورقه احسن من هذاك القطاعه ديال اينوكس. هادو هاد القطاعات ديال البلاستيك كيكونوا كيتباعوا يا اما وحده او لا ثلاثه في باكيه، حتى هما كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، الثمن ديالهم جد مناسب، فانتوما خدموا بالقطاعه اللي بغيتوا على حسب اللي متوفر لكم. كنبدا نقطع هنايا العجينه على شكل اوريقات، وديما العجينه اللي بقات كتبقى مغطيه في بلاستيك غذائي او لا فيلم اليمونتير باش ما تيبش. انا هنايا سبق لي وخديت اللاطه ديال الفران، سرحت فوق منها ورق الطهي، لبستها بورق الطهي، وغادي ندوز دابا نحيد هذوك الزوائد ديال العجين، ونبدا بسباتول او لا بمعلقه ناخذ الاوريقات ديال العجينه، كيجي الشكل ديالهم هكذا. كتحاولوا انكم تستعنوا بشي حاجه بحال كي كنخدم سباتول كما قلت لكم، ولا معلقه او لا الجهه اللورانيه ديال الشوفوغشات، وكتبداو تهزوا في هذوك الاوريقات ديال العجينه غير باش تعاونوهم ما يتهرسوش، لان لاباط كتكون واحد شويه صابلي باش تعاونوا العجينه تهز لكم دغيا ما يخسر ليهاش الشكل ديالها، ما تهرس ما والو. انا غادي نستمر بنفس الطريقه، غادي نكمل الرشيم ديال الوريقات هنايا، نكمل كاع دوك الكواري ديال العجينه اللي عندي، نطلقهم نسرحهم بالمدلك، نرشمهم نقطعهم على شكل وريقات ونستفهم في اللاطات. بالنسبه لهذه الكميه هذه عطاتني جوج لاطات كبار عامرين ونص، كما قلت لكم الا بغيتوا ينس الكميه كتلعبوا غير على البيض. هنا من بعد ما ساليت خديت هنايا كمية ديال السكر سنيدة أو لا سكر حبيبات، درتها في إناء وغادي نسمها بجوج أضريفة أو لا جوج صاشيات ديال سكر الفانيليا. هاد الفاني كيعطي واحد المذاق زوين لهاد السكر سنيدة اللي هو اللي غادي نلبسو به هادوك الوريقات ديال الشجر. غادي نخلط مزيان هاد السكر سنيدة مع السكر ديال الفاني حتى كينسجمو، غادي نسرحهم هكذا باش تجيني الخدمة سهلة، وغادي نجيب اللاطات. هنايا اللاطات من بعد ما كملت الخدمه كتشوفوا التستاف ديالهم، لاطات كبار ديال الفران كبير، هذاك الشيء اش قلت لكم راه هاد ثلاثه البيضات كيعطيكم كميه كبيره ديال هاد الحلوه. وغادي نبدا ناخذ ورقه بورقه، اولا الناس اللي مبتدئين كتاخذوا ورقه بورقه كما تندير دابا، كتاخذوا كل ورقه كتحطوا لها الوجه ديالها في سنيده، ما تبقاوش كتضغطوا عليها بزاف، كتضغطوا غير واحد شويه باش تثبت عليها سنيده وتهزوها تردوها للاطه ديال الفران.
هذا بالنسبة للناس مبتدئين. الناس اللي طلقين يديهم في الحلويات تبارك الله فتقدروا تخدموا 3 ب3 ولا 4 ب4، كتاخذوا 4 د الحبات كديروهم في سنيدة تمرمدوا لهم وجههم في سنيدة وتحطوهم في اللاطة، أو لا 5 ب5 اللي بغيتوا. الناس اللي طلقين يديهم أنا كنخدم بهذه الطريقة، حتى كنسالي الرشيم ديال الورقات والتقطاع ديال الورقات ديال الشجر، عاد كنبدا الخدمة في سنيدة باش ما نربش الدنيا وتعمر لي اللاطة بسنيدة ويعمروا لي يديا ونتبرزت. بغيتوا ديروا ديك القضيه ديال كتقطعوا العجينه على شكل ورقه وكي كتهزوها كتفندوها في سنيده عاد كتحطوها في اللاطا، لكم واسع النظر، نتوما خدموا بالطريقه اللي تريحكم. انا هذه طريقه بالنسبه ليا عمليه، دغيا كنطلق فيها يديا ما كتاخذش ليا بزاف ديال الوقت، حتى كنسالي التقطاع ديال الورقات عاد كندير لهم وجههم في سنيده. غادي نجي دابا للمرحله ديال انني نعطي شكل ورقه لهاد العجينه هذه. فهنايا كناخذ منقاش وغادي نبدا كنشكل العجينه على شكل ورقه. كنجيب النقش من الوسط، كنجيب داك العريش الوسطاني، كنبدا غادي وتنقرص في العجينه، وكنجي ثاني للجناب وكنبدا نقرص في هذيك العجينه. كندير دوك السنينات هكذا اولا دوك البلينتات كنطلعهم، كتقرصوا غير بشويه، كتاخذوا غير شويه ديال العجينه في داك المنقاش كتبداو كتقرصوا فيه باش كتشكلوا الورقه ديال الشجره بهذا الشكل. هذا كتجي فحال 3 دي، كيجي الشكل ديالها 3 دي رائع. انا غادي نعاود معكم وحده اخرى باش تشوفوا طريقه الخدمه. كتبداو من الوسط كتبداو تقرصوا في العجينه وغاديين، والحافه على الحافه والحرف على الحرف حتى كديروا الخط الوسطاني، وكتجي تجيو للجهه اليمنيه او اليسريه كتبداو كتقرصوا فيها هكذا وكتشكلوا دوك البلينتات او دوك التنيات بهذا الشكل كتفينيو. والجهه الاخرى كذلك بنفس الطريقه، غادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي الكميه ديال الحبات ديال الورقه ديال الشجر اللي عندي. صلاه النبي دابا ساليت الخدمه، سبق ليا وشعلت الفران، خليته كيسخن على درجه حراره 160، شعل غير من التحت. هاد الحلوه ما كتبغيش شويه تشعل عليها من الفوق حيت دغيا كطيب ودغيا كتحمر. دخلت اللاطه للفران في الرف الوسطاني وخليتها كطيب على درجه حراره 160، كتاخذ تقريبا من 20 حتى ل 25 ماكسيموم 30 دقيقه كطيب، كتاخذ هذا اللوين هكذا محمر ومذهب زوين. غادي نخليها حتى تبرد تماما في اللاطه، وكتقدموا الحلوه ديالكم بالصحه والراحه، سواء في الكوتي مع كويس ديال اتاي، جايين عندكم ضياف، اعياد، مناسبات، وحتى كحلوه يوميه بحكم انها كتكون اقتصاديه ورخيصه وسهله في التحضير، عمليه بزاف. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ يكفي انكم ديروها في علبه محكمه الاغلاق، تقدر تبقى عندكم حتى لشهر بنفس الجوده بطبيعه الحال الا خدمتوا بزبده نوعيه جيده. صراحه كتجي رائعه، الشكل ديالها كيجي كيحمق، التقرميشه فيها تجي غزاله، كتجي مقرمله مقرمشه ديال بصح، وفي نفس الوقت هشيشه ماشي ديك التقرميله اليابسه. اما المذاق ما نعاودش لكم على المذاق، وصفه جداتي الله يرحمها اللي كانت معروفه بها، الوصفه الاصليه لحلوه الورقه. نتمنى من الناس اللي غادي يجربوها خليو لي التعليق ديالكم كيفاش كانت النتيجه، وبعثوا لي التطبيقات ديالكم في الصفحه ديالي في انستغرام، ومتاكده نهار تصاوبوها غتولي عندكم ادمان. والحاجه الوحيده اللي بغيت منكم هي الرحمه للوالدين والرحمه للجده الله يرحمها. وما تنساوش الا عجبتكم الوصفه بارطاجوها مع الحباب والصحاب باش تعمل فائده وباش حتى نتوما ديو دعوه الخير. ما بقى نقول لكم صحه وراحه. الا عجبتكم الوصفه ديال حلوه الورقه المغربيه من الزمن الجميل، ما تدخلوش عليا بلا لايك لي كومونتير، ناس ما مشاركينش معايا في القناه مرحبا بكم، ما تنساوش تفعلوا جرس الانذار باش يوصلكم الجديد كل مره ندير فيها فيديو في يوتيوب. الناس اللي ديجا مشاركين معايا الف شكر، نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جاي. على بروشين، تشاو.